السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سعيد الشايب من أكاديمية بيت المهندسين. هنجاوب النهاردة على سؤال بيجي لنا كتير جدا على الفيسبوك. أنا طالب إعدادي هندسة ومحتار أدخل أي قسم. باختصار، كل الأقسام في هندسة جميلة جدا وهتتعلم منها، وهتتعلم منها كتير كمان. طيب، إحنا عايشين في مصر والوطن العربي، يعني مش هنسافر بقى مثلا الصين وأمريكا ونشتغل هناك. بتحصل بس نوادر، يعني الناس قليلة اللي بتقدر توصل فعلا ان هي تشتغل مثلا في امريكا واوروبا، وفعلا دول ناس قليلة. يبقى اغلب الناس اللي بتخلص دراسة يا اما بيسافر اوروبا او امريكا او الصين او اي دولة في اسيا عشان يعمل ماجستير ودكتوراه ويرجع، ودي ناس قليلة اللي هي بتبقى اوائل الدفعة. يعني في منهم بيعيش بره مصر ويشتغل، ويا ريت ما نعيش بقى في الوهم اللي هو المصريين بره خرافيين ومفيش حد زيهم وعباقرة. الناس اللي زي دكتور زويل ومجدي يعقوب والناس دي، الناس دي قليلة. يعني الناس ديت هم يعني هم فعلا تميزوا بره، بس مش مصريين، لا، هو في تاني، يعني في منهم تاني في دول تانية. تمام كده؟ يبقى خلينا نركز على إجابة السؤال دوت. أنا هدخل أي قسم هندسة؟ نركز عليه ان احنا هنفضل عايشين في الغالب يا اما في مصر يا اما في دولة عربية. الوضع الحالي في مصر ان احنا عندنا انشاءات، يعني بدأ في فنادق بتتعمل في مدن جديدة، الكلام دول. يبقى عندنا مدن جديدة بتتعمل، فنادق. يبقى احنا ايه القسم اللي اخشه في هندسة بنسبة كبيرة هعرف الاقي له شغل؟ هي اي حاجة خاصة بالكونستراكشن، الانشاءات. يبقى بالتالي ان انا لو عندي موهبة ان انا اعرف اعمل تصميم بشكل جميل، واحب اقعد ساعات ارسم وادور على شكل كده، وعندي حس فني، خش قسم عمارة. تمام كده؟ قسم عمارة اغلبه بنات. ليه؟ لان هما اللي عندهم صبر ان هو يقعدوا بالثمان ساعات يرسموا. هتلاقي السكشن 30 بنت وولد. تمام كده؟ فقسم عمارة أغلب القسم بنات، ودوت لأن هم فعلا بيبقوا متميزين في الأعمال المكتبية أو الحاجات اللي محتاجة تركيز على حاجة واحدة فترة طويلة. طيب، أنا راجل مش حابب قسم عمارة، يبقى قدامك الاختيار التاني هو قسم مدني. قسم مدني من الأقسام اللي بتحتاج مذاكرة كتير جدا الحقيقة. طبعا في كل الناس تقعد تتكلم ان مدني وحل شيتات ونقل شيتات، هو مدني في الحقيقة من الاقسام الجميلة. انت لو دخلت قسم مدني تقدر تشتغل في مجال ادارة المشروعات، ده من ضمن مجالات عمل مهندس مدني. عندي مشروع، بيبدأوا يعملوا شغل بقى الجداول الزمنية للمشروع ببرامج بقى زي البرمافيرا او الكلام ده. ده فيلد لمهندسين مدني. طبعا شغل الستيل ستراكشر، شغل الخرسانات، الكلام ده كله ده من ضمن شغل مهندسين مدني. والحقيقه مجال مدني من المجال، يعني قسم مدني من الاقسام المتشعبه جدا يعني. فهتعرف تلاقي فيه اللي انت بتحبه بنسبه كبيره لو انت بتحب المجال ده. ده غير بقى ان في ناس بتقدر تفتح شركات، بعد ما بياخد خبره شويه يقدر يفتح شركه انشاءات، يعني يخش بقى في مجال العقارات ويبني عمارات ويبيع وبتاع. فده مجال جميل جدا، قسم مدني. ولا عايز تخش عمارة ولا مدني، انا كمهندس ميكانيكا ارجح لك طبعا تخش ميكانيكا. وكان في فيديو اتكلمت قبل كده على ميكانيكا والاعمال او الوظائف اللي تقدر تشتغلها لو انت مهندس ميكانيكا. قسم ميكانيكا من الاقسام الرائعة بصراحة. تقدر تشتغل مهندس اوتوماتيك كنترول، تقدر تشتغل في مجال الام اي بي اللي هو الشغل الفاير فايتنج والاتش فاك والبلومنج. تقدر لو انت بتحب مجال السيارات تخش مجال سيارات. في بعض الكليات زي هندسة المطرية مثلا بيعمل قسم كده هندسة السيارات والجرارات. انا شايف ان القسم ده ملوش اي لازمة اساسا. القسم ده المفروض يبقى تحت قسم ميكانيكا، مش قسم منفصل بصراحة. القسم جميل جدا كقسم، لكن هل يبقى قسم لوحده؟ لا، هو المفروض يبقى تحت قسم ميكانيكا. في طبعا لو انت مهندس ميكانيكا تعرف تشتغل في شغل التصميمات اللي هي المولد ديزاين، شغل بقى المسبوكات والحاجات دي. في مهندسين انتاج يعرفوا يشتغلوها طبعا. هل ميكانيكا يعرف يشتغلها؟ طبعا برضه. الفرق بالحقيقة بين مهندس ميكانيكا قوة ومهندس ميكانيكا انتاج، هما الاتنين في الاخر مهندسين ميكانيكا.
في سنة ثالثة مثلا كلية، بيبدأ مهندس ميكانيكا قوة يدرس أكتر عن الطاقة وتوليد الطاقة والأنواع التربينات والمحطات القوة الكهربائية ومش عارف الجاز تربين والحاجات ديت، ومهندس إنتاج بيبدأ يخش أكتر في العمليات الصناعية. يبقى أنا مجال ميكانيكا كمجال هو من وجهة نظري يا إما أبقى مهندس ميكانيكا قوة أو مهندس ميكانيكا إنتاج. طبعا عندنا حاجة اسمها هندسة صناعية، في مثلا هندسة طبية، الهندسة الطبية حلوة جدا، هتلاقيها جامعة ميكانيكا مع كهرباء. قسم هندسة طبية حلو جدا بس شغله قليل في مصر. هل هو ليه شغل كتير بقى ومنتشر؟ قول لي عندنا كام شركة بتصنع أجهزة طبية وشوفوا هو منتشر ولا لأ. يبقى من وجهة نظري حل للسؤال اللي دايما بيتسأل، انا من وجهة نظري انا اللي ممكن تكون غلط وفيها بعض الاخطاء لان هي وجهات نظر في الاخر، انا لو عايز اخش قسم بعد اعدادي من وجهة نظر انا يا اما اخش عمارة او مدني او ميكانيكا. ولو بتحب الكنترول وبتحب الحاجات بقى اللي هي شغل التحكم الآلي وشغل الكهرباء، يبقى قسم كهرباء هو اختيارك الرابع، لأن مهندس كهرباء قوة في ناس منهم بيتخصصوا في شغل الايه، شغل الاوتوميشن او شغل الاوتوماتيك كنترول. يعني ممكن مهندس يكون كهرباء قوة اللي هو شغل بقى التوصيلات الكهرباء اللي هو الجزء الثالث من المجال بتاعنا اللي هو الام اي بي اللي هو ميكانيكال الكتريكال بلامينج، فمهندس كهرباء هو اللي بيعمل لنا شغل اللايت كارنت في البيلدينج، بيعمل شغل الباور في البيلدينج، وفي نفس الوقت في مهندسين كهرباء كتير بيشتغل مثلا في انظمه الانذار بتاعت الحريق، في ناس بتشتغل في موضوع البي ام اس اللي هو البيلدينج مانجمنت سيستم، والبي ام اس في اساسه هو اوتوماتيك كنترول صرف، وحده او غرفه او ديفايس سنترال بيتحكم في المبنى كله اللي هو البي ام اس بيلدينج مانجمنت سيستم. من وجهة نظري كسعيد الشايب، ايه المجالات اللي اقدر اشتغل فيها بعد اعدادي؟ عمارة، مدني، ميكانيكا قوة او انتاج، وكهرباء. باقي الاقسام حلوة جدا ولا غبار عليها، بس ديت وجهة نظري المتواضعة. طيب انا راجل دلوقتي خلصت اعدادي هندسة، ده السؤال التاني او الشق التاني من السؤال، اعمل ايه في الاجازة؟ يعني بنلاقي مثلا بعض الطلبة بيبعت لنا احنا على بيت المهندسين بيقول يا جماعة انا عايز اخد كورسات. لا، ما تاخدش كورسات، في حتى لو انت لسه في اولى ميكانيكا ما تجيش تاخد معانا كورس اتش فاك وفاير بلامنج، مش هيفيدوك بحاجه. اخد امتى كورسات؟ الحقيقه تاخد الكورسات في الاجازه، في الفترات اللي هي بتاعت اجازه اعدادي واجازه اولى واجازه تانية، خد كورسات اللي تساعدك في الشغل. يعني اتعلم لغه انجليزيه كويس جدا، لاني اغلب المراجع والكتب والويب سايتس اللي تقدر تجيب منها داتا الحقيقه هي مواقع اجنبيه. طبعا مع انتشار الفيسبوك والجروبس الكتيرة جدا الموجودة على الفيسبوك في كل مجال، هتلاقي ناس بتديك معلومات باللغة العربية، بس يعني بنسبة كبيرة جدا هتعرف تجيب المعلومة من المواقع الأجنبية، فأنت محتاج تنمي اللغة كويس جدا. لو لغتك الإنجليزية مش كويسة الأحسن تاخد إيه؟ تاخد كورسات في فترة الأجازة لغة أجنبية. لو أنت كويس في الإنجليش ممكن بقى تاخد إيه؟ تاخد سوفت سكيلز، تروح تتعلم مثلا إزاي تعمل برزنتيشن كويس، إزاي تتكلم، اتعلم مثلا برامج زي حاجات مايكروسوفت وورد وباوربوينت واكسل، قوي نفسك فيهم. احنا في طلبه بتجيلي في الكليه مثلا بلاقي الطالب عامل لي الريبورت ورسمه بايده، يعني عامل جراف مثلا، حط البوينتس ورسم الجراف بايده، طب ما ترسمه على الاكسل. يبقى انت محتاج تتعلم برامج زي الاكسل اللي تساعدك في الكليه اثناء الدراسه. عندك برامج بقى زي الاوتوكاد مثلا، السوليد ووركس او الانفنتور، محتاج تتعلمهم في فترة الأجازة اللي هي بتاعت إعدادي وأولى وتانية، تقدر تنمي نفسك في البرامج ديت، برامج مايكروسوفت وبرامج الديزاين زي الأوتوكاد والسوليد ووركس والإنفنتور. عندك وقت تاني ومش عارف تعمل إيه؟ العب رياضة. مش بهزر، العب رياضة فعلا. يعني أنت خلاص راجل شاطر في الحاجات دي، استغل الأجازة في مجال تاني غير الهندسة، ما تبقاش حابس نفسك إن أنت باستمرار لازم طول وقتك عمال بتدرس في الهندسة بس. في الفترة بتاعت الأجازة دي تقدر تراجع المواد اللي نسيتها. يعني إحنا عندنا مثلا في الأجازة واحد خلص إعدادي وأولى وتانية وداخل تالتة ومش عارف يعمل إيه، اقعد راجع فلويد ميكانكس وثيرموداينامكس وهيت، الحاجات دي فعلا هتساعدك. الحاجات دي لما تكون فعلا شاطر في مثلا في السيرمو وتطلع سنه ثالثه تاخد مثلا جاز داينامكس وتاخد مواد زي مثلا باور ستيشن والحاجات ديت، لو انت شاطر في السيرمو والهيت هتلاقي المواد دي سهله لان في اجزاء كتير انت اوريدي حافظها. دايما
ابدأ خد كورسات في المجال اللي عايز تشتغل فيه وانت في اجازة تالتة كلية. ليه؟ لان وانت في اجازة تالتة هتاخد كورسات في الحاجة اللي انت عايز تاخد فيها بعد كده مشروع التخرج. يبقى انا باخد كورس مثلا وبنمي نفسي في حاجة في علم البيم اللي هي البيلدينج انفورميشن موديلنج، باخد كورس مثلا ريفيت، نافيس ووركس، داينامو، الكورسات ديت عشان مثلا عايز اخش مشروع تخرج في حاجة خاصة بالكارير دوت. باخد كورس مثلا اتش فاك عشان عايز اخد مشروع التخرج في المجال دوت. انت راجل مثلا مهندس مدني بتاخد كورسات في وانت في اجازه الثالثه عشان مشروع التخرج، عايز تدخل مشروع تخرج في توبيك معينه. بعد بكالوريوس بتاخد كورسات عشان بتدور على شغل. ف يعني افضل فتره تاخد فيها كورسات عشان تشتغل بيها هي اجازه الثالثه واجازه بكالوريوس. ولو بعد بكالوريوس وراك جيش، استنى بعد الجيش. يعني ما تاخدش كورسات قبل ما تخش الجيش، لان تخش الجيش تنسى كل حاجه. يعني في الجيش انت ما عندكش فترة تفكر اساسا في اي حاجة في حياتك غير ان انت عسكري او ضابط احتياط. فنصيحة، ما تاخدش كورسات غير لما تكون فعلا هتشتغل بيها، ما تاخدش كورس وتسيبه. يبقى انت كده مش هيبقى في استفادة كبيرة بالكورس اللي اخدته. اتمنى الفيديو ده يكون مفيد. لو حد عنده تعليق يقدر يكتبه على الفيديو. مش كل حاجة اتقالت في الفيديو لازم تكون صح 100%، لان احنا بشر في الاخر وكل واحد ليه وجهة نظره. السلام عليكم ورحمة الله.